ظاهرة الاكتضاد في الأقسام المدرسية للنواب المحترمين محمد حجام، مصطفى يعقوبي، عبد القادر عسولي، نزهة السقلي، محمد التانويات، الحسين بن الكتو، عبد النبي ساليقان، مصطفى الغزوي، وعدي طرحو من فريق التحالف الاشتراكي. فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال. الأول ولا أنا نسوق بالنسبة للجدول، راه أنا نسوق. نعم أنا الثاني. عطينا السؤال، طرح السؤال أستاذ. شكون بغى يطرح السؤال من فريق التحالف الاشتراكي؟ لا هذا هو الأول. سحبوا هذا، كيوقع شي تعديل في هذاك السؤال الأول، سحبوا الحزب ديالو عضو واحد آخر غادي يجي من بعد. فليتفضل أحد النواب لطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، رقم 20 السؤال ديالكم، تفضل. شكرا سيد الرئيس. طلبتم صاحب السؤال الأول وعوضتموه بسؤال آخر سيأتي في القطاع الذي سجل فيه. فليتفضل أحد النواب من التحالف الاشتراكي. تفضل. يا سيدي ما كاينش نقطة نظام أولا، ثانيا توصلنا بالرسالة غادي ياخذ فيها المكتب القرار، ماشي اليوم، ماشي المجلس، المكتب غادي ياخذ قرار هو اللي غادي يحدد الموقف. لا تفضل أحد النواب، تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، خواتي إخواني النواب. تعرف بعض المدارس التعليمية في مختلف مناطق المملكة اكتضادا كبيرا، حيث يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام إلى 50 تلميذا، وهو ما يمس بمستوى الجودة، مما يحول بشكل واضح أمام الوصول إلى تعليم كيفي يستجيب للتطلعات المرسومة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وترجع أسباب ذلك إلى غياب دراسات ميدانية لحاجيات مناطق المملكة من تجهيزات المدرسية ومن الموارد البشرية الكفيلة بالإشراف على العملية التعليمية بهذه المناطق. وهكذا ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض الجهات والنيابات فائضا في الأطر التعليمية وتجهيزات كافية، نجد مناطق أخرى تعاني من خصائص المؤهلين في هذا المجال. وعليه فإننا نسمحكم سيد الوزير في طرح السؤال التالي: ما هي الإجراءات التي تتخذونها لتجاوز الاكتضاد الناتج عن عدم التوازن بين الجهات والمناطق فيما يخص التجهيزات والأطر التعليمية؟ وشكرا. شكرا، تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، أشكر السيد النائب، وأنا شخصيا أشاطره تشخيص الوضع التعليمي من خلال ظاهرة الاقتضاد، ظاهرة نسبيا توجد بكيفية متفاوتة من منطقة إلى أخرى ومن سلك تعليمي إلى سلك آخر. لكن ما يجب أن نسجله هو انخفاض هذه الظاهرة في السنوات القليلة الأخيرة. على سبيل المثال، هذه النسبة انخفضت السيد الرئيس من 2.3 إلى 1.3 بالنسبة للابتدائي، ومن 5.7 إلى 4.2 بالنسبة للإعدادي، ومن 6% إلى 3 بالنسبة للتأهيلي. وذلك من جراء بناء طيلة السنة الماضية والسنة الحالية ما يناهز 2400 حجرة، منها أكثر من 50% بالوسط القروي. وسنتخذ بعض الإجراءات بمناسبة التحضير للدخول المدرسي القادم. أولاً، توسيع بنية الاستقبال من خلال إحداث مؤسسات تعليمية جديدة. ثانياً، التسريع بإنجاز
المشاريع الحالية. ثالثا، وهذا إجراء مهم رغم صعوبة تطبيقه خاصة بالوسط القروي، إخضاع حصص الأساتذة لمعيار الحد الأدنى والحد الأقصى في القسم ما بين 24 و40 تلميذ. شكرا لكم السيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. هل هناك من تعقيب؟ شكرا السيد الوزير على الإجابة ديالكم. اللي لاحظنا من خلال الاكتظاظ أن 20% تقريبا من التلامذة هما اللي كيسيروا العملية التربوية، ولكن ما تبقى العديد منهم كيغادروا المؤسسة، معناه كاين التعامل مع المتفوقين، وهذه الظاهرة ديال الاكتظاظ معناه كتنعكس سلبا على العملية برمتها. كذلك سمعنا مؤخرا أن الحكومة ستقدم على تكوين سنويا 10,000 مهندس سنويا، معناه في ظل هذا الوضع ديال الاكتظاظ كيف أننا وفي هذا السياق نيت خص من الآن تفكير في كيفية توظيف هذه 10,000 ديال المهندسين. وهذا الموضوع السيد الوزير ديال التعليم هو موضوع ذا أهمية بمكان يهم كل المغاربة بالدرجة الأولى. الحديث عن المدرسة العمومية يطرح أكثر من سؤال في هذا الزمن ديالنا هذا، لأن القطاع الخاص ربما ولا الآن غادي في واحد الإطار ديال الهيمنة، وهذا كيدفعنا لطرح الأسئلة ورد الاعتبار بالدرجة الأولى للمدرسة العمومية، هي اللي كونت هذه الأجيال، هي اللي كونت هذه الأطر وهذه الكفاءات في بلادنا. لهذا هذا الموضوع السيد الوزير كيكتسي أهمية، نتمنى أننا في إطار اللجنة نتناولوا فيه هذه الجوانب كلها ونخرجوا بنتائج اللي تعطينا إجابة المستقبل. والإضافة لهذا كذلك أن الوضع ديال التعليم في ظل كل دخول اجتماعي معناه كاين واحد النوع ديال الارتبال اللي كنتمنوا أن هذا الصيف يدوز في إطار الإعداد السنة المقبلة، أي يكون عندنا واحد الإعداد قبلي لكل دخول اجتماعي باش ما نبقاوش حتى الدخول المدرسي عاد نبداو ترقيع هنا وهناك، الخصاص هنا وهناك، معناه خص واحد يكون واحد التصور أفقي للمستقبل باش نعالجوا كل هذه المشاكل اللي كل سنة كطرح. وشكرا سيدي. شكرا.